هذا وشهدت العاصمة البريطانية لندن تجمعا نظمه نشطاء بلوش احتجاجا على ما يمارسه نظام الولي الفقيه من اضطهاد في اقليم بلوشستان. وردد المتظاهرون هتافات منددة بممارسات النظام الايراني من اعدامات واعتقالات عشوائية الى جانب سياسة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي التي تنتهجها السلطات الايرانية. وأفادت تقارير منظمات دولية حقوقية بأن الأقليات العرقية في إيران تعاني من الاضطهاد والتهميش وتشير التقديرات أن نسبة البلوش في إيران حوالي 2% من مجموع السكان وفق إحصائيات رسمية.